اتقوا الله واستدركوا وقتكم قبل فواته، استدركوا شهر رمضان قبل انقضائه. إنه ينبغي للمأمومين ولجماعة المسجد أن يحرصوا على حضور صلاة التراويح مع الإمام من بدايتها إلى نهايتها، من أول الشهر إلى آخره، وألا ينشغلوا عنها بالقيل والقال والمجالس التي لا خير فيها، أو حتى لو كان فيها خير فإن صلاة التراويح أهم منها وأفضل. وقد يكون الإنسان مشغولا بدنياه وببيعه وشرائه ومزاولة تجارته وأسفاره، ألا يجعل شهر رمضان خاصا يتفرغ فيه لعبادة الله عز وجل، ويترك الأشغال لبقية السنة؟ فإن هذه فرصة قد لا تمر عليه مرة ثانية، ولأنه يجمع بذلك بين خيري الدنيا والآخرة، تجارة الدنيا وتجارة الآخرة. هل أدلكم على تجارة؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم؟ الله جل وعلا يقول لنا: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى في وصف عمار المساجد: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق بيد الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلاة التراويح يا أخي ما تأخذ منك وقتا طويلا، تحصل على هذا الأجر العظيم ثم تذهب إلى أعمالك يبارك الله لك فيها. فاتقوا الله عباد الله ولا تضيعوا أوقاتكم إما باللهو واللعب والغفلة، وإما بطلب الدنيا والإعراض عن الآخرة. اتقوا الله في أنفسكم وبادروا أوقاتكم قبل فواتها، واغتنموا أعماركم قبل انقضائها. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك.